ياي ياي، بيطلع لي علم نفس السنة نزلني علامات، بيطلع لي لما قال بيطلع لي علم نفس. ايه لحظة، قال لما بتقلك لا ما بيطلع لك. عما قال له هو بالوزارة التعليم العالي، قال رافعين العلامات بالمفاضلة الثانية، لاقي لك غير شغلة. ايه لما بيطلع لي مكتبات، قال بيطلع له مكتبات. ايه قال بتصفي كتب بتمسحي غبرة وبعدين ما بتلاقي شيء تشتغلي. اساسا انا ما بحب هالشغل. ايه ليكي بيطلع لي ادب عربي، بس انا ما صدقت انت خلصت من الاعراب، بدي اسويها شغلتي. ايه والله فكرة. لحظة، قال لما تدرسي اثار بركي بتلاقي لنا كنز. انا بحب الاثار بس ما بحب ادرسها. لا لا ما عم نكت. ليكي في ميم تجاري دير الزور. شو يعني ميمي؟ محمد منير. لا مو طالع بالتلفزيون، بس علي عم تسأل شو يعني ميم يعني معاهد متوسط تجاري. ما بدي، انا بدي كلية. طيب لما برجع بحاكيكي ولقلك حاكيني وقت ما تروح امك. ماشي يلا باي. هلأ فهميني، شو بدك تنقي؟ تنقي عدس؟ ها 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 ها. لا كتير صايرة ظريفة حبيبتي، أنا بدي أدرس علم نفس. علم نفس إذا ما طلع لي هون بدي سجل ببيروت. يا حبيبة قلبي، يعني كل فكرك أمك حتخليكي ولا خالك؟ إيه لا لك شغلة، درسي فنون جميلة بركي بتصيري مهندسة ديكور وبتنفضي لنا هالبيت. فنون جميلة بدها واسطة، ما إلك غير أبو راضي صاير عم يدبر كل شيء هالفترة. ليكي في لغة يابانية، درسي لغة يابانية. ياباني؟ اجت ماما هي وخالة من عند الدكتور. عليا؟ شو صار معك؟ قال يعرفاني شو بدي نقي. انقي عدس. تفضل حبي خالي. عم قلك ماني مريض، شو بدك مرضيني بالزور؟ ما سمعت الدكتور شو قال؟ صحتي مثل العصام. ايه بس قال ضغطك مرتفع شوي من اكلك المالح، ما قال لي خففي له ملح شوي؟ مع هيك قال خذ نص حبه كل يوم للضغط احسن. خذ خالي. ما بدي اخذ، روحي التهي بحالك وبناتك وتركيني بحالي. الله يسامحك يا خالي، روحي انت الثانية يلا. مثل ما بدك، حق علي انا اللي خايفة عليك، وما هان علي تضل بالبيت لحالك وانت مريض. الله يسامحك. هلا مين قال لك انه انا مريض؟ حتى الدكتور اللي جريتيني اللي عنده غصبا عني جربت التوتو قال لك على انه ما في شيء. انا بدي افهم انت ليش اجيتيني عند البيت وطلعتيني من البيت؟ انا حابب ابقى لحالي، بدي اقعد بيني وبين نفسي. انت جاي عندي مشان تطمني اذا كنت بدي، مشان انا شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو هالحكي خالي؟ شو انت ما بتعرف غلاوتك عندي؟ انا مين اللي سند غيرك بهالدنيا؟ خالي انت سندي اصلا، شو صار فيني لولاك بغياب وديع؟ وديع؟ مين وديع؟ جوزي خالي. اصلا انا ما بحس حالي بنت اختك، انا بحس حالي بنتك، ولو الك بنت ما كانت خافت عليك قدي. قلي شو ساوي لك شي بسطك؟ ساوي لك كبه لبنيه؟ لا 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 لا، كبتك مالحه وما بتحطي لا جوز ولا دهنه. طيب بلا لبنية، شو رأيك ساوي لك شاكرية ورز؟ انت بتحب اكل اللبن. شاكريتك سايطة. شاكريتي سايطة؟ مو على اساس كنت تطلبها مني طلب وتقلي شاكريتك يا منيرة اطيب من شاكرية امك الله يرحمها. معلش خليه، انا بتضايق شوي، بتضايق خليه، بدي روح. خالي انا بعرف شبك وبعرف ليش متضايق. انت متضايق من ساعة ما اجوا اهله لهذا السنكوح لحتى يخطبوا فريدة، بس مو اتفقنا انه الشغلة كلها تمثيل بتمثيل لحتى بنتنا ما تطلع عن شورنا؟ بقى يا خالي طول بالك وتحمل معي بس لنخلص من هالمصيبة. تمثيل؟ تمثيل شو؟ شو نحن بالسينما؟ انت ليش ما اعتبر الخطبة مصيبة؟ لا 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 يا منيرة، انت مكبر القصة زيادة عن اللزوم. انا شفت الجماعة وتميزتهم، يعني هن الشرشيح شوي بس باين عليهم انه الاواتم، يعني نحن لازم نعطيهم فرصه. المهم عنا سعاده بنتنا، المصاري مو كل شيء يا منيره، واذا كان الشاب ادمي وكويس نحن مستعدين نساعده، بصير باحسن العائلات. يا ما في عائلات اكابر مثلنا صاروا ناس شرشيح مثلهم،
وساعدوهن وأم هالشرشيح صاروا أكابر مثلنا. خالي شبك شو صاير لك؟ لا خد حبة الضغط، مرتفع ضغطك مسيك. أنا ما في البلا، بس متضايق لأنك قدام الناس صرتي تطولي وتقصري. وشبك خالي شو صار لخالي؟ اللي خالي وأم جماعة تضايق وحمل حالهن وراحوا بدون ما نقوم بالواجب. خالي ابنهم بيشتغل منقذ بالمسبح. ايه وشو فيها؟ شغل شريفة منقذ؟ وأحسن ما الناس يموتوا غرق؟ طبعا على القليل بينقذ بنتك اللي غرقانة بأحلامها. ايه بكره شوف غير يغرق العيلة كلها. حدا بيغرق العيلة، واحدة بنت فصعونة بدها تغرق العيلة. اسم العيلة أكبر من هيك بكتير. نحن على كل حال لازم نساعده للولد، نفسح له مجال ونجربه. إذا نجح أنا مستعد ساعده وأنقذه لمنقذ. خالي شغلته منقذ بالمسبح، يعني شغلته موسمية، وهي المي كل ما اللي عم تنشف بالشام بكرة بيسكروا المسابح. لا 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 لا، شو عم تحكي أنت يا بنت أختي؟ في مليون حل وحل. مليان بالأرض مياه جوفية، بكرة منبخشها ومنبلش نشفط من الأرض. أنا على كل حال خاطر بالي إني أعمل مسبح، من زمان عم أدور على مشروع، بس بدي شاب آدمي هيك يوقف ويساعدني فيه. خالي أبوه شوفير وبيغني بالعراس. هي شو علي؟ كلها شغلات شريفة. يعني واحد بيغني بالعراس مشان يسعد الناس، في أحلى من هيك؟ هذا عمل إنساني بلك خالي. أنت ضيقتي لي خلقي، أنا رايل عند الحلاق. إذا بتعملي لي شكل محشي ما بقول شي، بس خففي الملح شوي. وين الشريط؟ بعمل هيك. وين حطيت الشريط؟ لقيته. هذا بنحطه، هذا بالمسلكة، وأنا عم بحلق جاي على بالي اسمها يا بابور اللي رايح على فين. شو بيعرفني شو بخاله؟ ماما عم تحطي الدواء هو ما بده. ما بده؟ ليش؟ قال ضايق خلقه ومتضايق. متضايق؟ ليش متضايق؟ لسه بتسأليني ليش ما رحتي قعدتي ماما؟ عليا حبابي الله يخليكي، قولي لي شو حكوا؟ حكوا كتير. إيه تذكرت، قال ما بيحب الشاكري اللي بتعملها ماما. غيروا عليا، قولي لي شو قالوا؟ عليكي ما حكوا شي، بس قال خاله متضايق من ماما لأنه لما إجوا أهله لمنقذ. لك شو بكي ليش سكتي؟ إنه لما إجوا أهله لمنقذ والله تقله شباك وراحوا الجماعة وما قاموا بواجبهم. إيه وشو قالوا كمان؟ قالوا إيه، وقال خاله إنه إيه إنه هو يحبه لمنقذ، وقال بده يساعده وياخد بيده وبده يساوي له مشروع مسبح مشان يشتغل فيه. إن شاء الله بتقبري قلبي، تقبري قلبي إن شاء الله تقبري قلبي. ويني؟ هدول 500 ليرة؟ إيه معلش خدي، تستاهلي يا ما أخذي منك خرجيتك. إنتي الخير ونحن نستاهل. روحي. الو لو سمحت بدي المنقذ. ايه منقذ الغرقان. الام خطيبته خطبني يا خانو، ابن مختار ضيعتنا، عنده اراضي وكروم، وهلا صار مختار عواد ابوه كمان. ما وافقت. وليش قلتي لا؟ كنت عشتي عيشه غير هالعيشه. مو نصيبي. سالني ابي بوقتها انه خطبك ابن المختار، شو نقول له يا بنت؟ لقيت حالي عم اقول له لا. وليش هالجذبة؟ ليش قلتي لا؟ ما بعرف، مو نصيبي. لو نصيبي كنت سكتت. وأبو راضي لما خطبي كمان قلتي لأبوكي لا؟ لو قلت لا ما كنتي شفتيني هون. لما إجا أبي قال لي يا بنتي في واحد عم يخطبك فقير وعدمان ولساته مو خادم عسكريته، شو نقول له؟ ما شفت حالي غير سكتت. قال لي يعني موافقة. سكتت وقام جوزني اياه وعمل لي هو العرس بوقتها، وقال نصيبها هجم وما لازم نوقف بوشه. يبعت حمى لنصيبي يلي هجم. فعلا انك مجدوبه. هيك انتي قولي لا، كان ابوك ينصحك. مو قلت لك النصيب؟ نصيبي هجم، ولما بيهجم النصيب بتسكت البنت وبسكت اهلها، وبالظاهر انه فريده خانم هجم نصيبها. وشو عرفك انتي؟
ابو راضي قال لي انه المحروسه بنتك رايده الخطيب. والسيد ابو راضي شو عرفه فيه؟ مو ابو العريس رفيقه من زمان وكان يشتغل معه دربكاتي بالعراس. بس بتعرفي يا خانم لما نزلوا من عندكم مخضوضين شافهم ابو راضي وحلف عليهم الا يسهروا عنا. مو كان بزمانه يشتغل مع عبده الغرقان دربكاتي؟ بس لما اندقر سوق العراس خلصنا. يلا روحي اطفي تحت اللبن وروحي، انا بكمل. شبكي يا خانم عصبتي؟ انا قلت شي غلط؟ خلص ام راضي عم قلك روحي، بناتي بيساعدوني، خلصيني. يا فريده يا را. حاضر بنات حاضر. عملي وكتري يا فريدة، ما كان ناقصني غير أبو راضي وأم راضي، أنا بفرجيكم. ما قلتلي شو بدك تجيب لي معك؟ إلا أمان بدي منقذ، ما بحب المفاجآت. قلي شو الهدية الله يخليك. خلص 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 ما تزعل. أي خلص بعدين بعرف شو هي. ماشي. إي ما قلتلي حكيت مع المخرج رفيقك؟ ايه شو قلت لي اسمه؟ شو؟ عبد القوي طيان. غريبة أول مرة بسمع بهالاسم. ايه منقذ قلي شو الدور اللي بده يعطيني اياه؟ شو؟ ألو؟ لا ما بدي، ما بشتغل دور الخدامة، ما بدي ما بدي. لا ما بدي، بدي دور يكون أكابر. ايه اكابري كل الناس بتقول هاي الكلمه. بدي دور بنت الاغنياء. ايه معلش اذا حبيت ابن شوفي ما في مشكله. ايه ما قلت لي منقذ امتى بدكم تجوا لعنا؟ انت ومين يعني؟ انت واهلك؟ لا لا بالعكس خالو ابدا ما زعل. لا قال بده يساعدك. ايه بده يعمل لك مشروع. هو عم يفكر مسبح بس انا وياك بدنا نقنعه يعملنا شي مسلسل. ايه الو الو راحت الشبكه. فضيت البطاريه مو راحت الشبكه. ايه صار لك ساعه عم تحكي. والله يا فيتي بكره لتعلقي مع امك. مشان شو؟ مشان الفاتوره؟ ليك مين عم بيحكي؟ ايه انا عم بحكي عن تجربه. شوفي فيه اعتزلتي الايروبيك؟ حولت على السباحه والغطس. اي وانتي حولتي على الرسم؟ حبيبتي حولت على الفنون الجميله، بس هي كمان بدها فحص قبول، عم برسم من وحي علم النفس. وينكم يا خانمات؟ ما تردوا علي؟ تعالوا ساعدوني بالمطبخ، قوموا تحركوا. ماما في ام راضي. قلعتها، بدي لحق الاكل، المطبخ عايم، خلصوني الحقوني. لك ما تتحركوا. صحي وين عليا؟ تعالوا جايين. ماما عليا نزلت تلعب مع اولاد ابو راضي تحت بالبنايه. والله لا امصع رقبتها. لك شلون تنزل من دون اذني؟ طبعا ما عاد حدا عمل لي حساب بهالبيت. ولك انا بفرجيكم، انا بفرجيكم. روحي نادي لها وحسابها عندي هالفصعونه. لك روحي. حاضر ماما. لا تردي انا برد. الو اهلين خالي. يلا يلا الغدا رح يخلص. اجلو اجلو للعشاء؟ عازم الضيوف على العشاء؟ منين عم تحكي خالي؟ ضجه كتير ما عم بسمعك منيح. من نهر عيشه؟ شو عم تعمل هنيك؟ ها عم تدور مع ابو منقذ بالميكرو؟ ايه ومين عازم على العشاء؟ لا خالي لا لا ما بدي استقبل حدا، ما بدي استقبل حدا. الو خالي شو سكر. الو اهلين منقذ. شباك ليش عم تلهت؟ شو خالو عازمك على العشاء؟ لا ليش تأخرتي؟ قدي صار لما اتصلي فيكي؟ شو تأخرت ما تأخرت؟ جيت لعندك ركيت بالرغم من انه السرعة ما بتوعتيني لانه بتزيد الانقراص برقبتي. شوفي رقبتي قديش مقروسة. فوتي خلصيني. كله من بناتي. افتحي محضر.
وين قعدتي؟ قومي بدي اياكي جوا على انفراد. لوين؟ فوتي على اوضتي روحي. عجل هون. كله منك، كله منك. انت اللي قلتي لي اوعي تنسحبي، ادخلي المباراه وانتصري. هي طلعت اللعبه من ايدي وخسرت، وخالي صار مع الفريق الثاني. تصوري؟ قال شو بيقول لي؟ خلينا نعطيهم فرصه للجماعه. وانت ليش مكبرتيها؟ شو عليه اذا انخطبت بنتك لواحد اندبوري؟ لا، وحكاني من عنده من نهر عيشه وقال عازمهم على العشاء. تصوري عازمهم على العشاء يا مطيعه. ايه وسالتيه اذا في نوادي مهمه بنهر عيشه؟ مطيعه لا تزيديها على قلبي. شو اخذوا لعندهم؟ بدي افهم. ايه معناها فاروق بيك ما عم يناور، عم يلعب. لك شو هاللعب؟ عم اقول لك الجماعه طلعوا اصحاب مع الناطور وسهروا عندهم امبارح، ودريوا الناطور ومرته انه جايين يخطبوا بنتي، وهلا بتكون البنايه كلها دريت. ايه ميمي خالك عم يلعب، بس عم يلعب على قد وزنه. كيف يعني؟ ايه ركزي ميمي معي، بالمباراه كل واحد بيلعب مع قد وزنه. فرضا انت خفيفه وزن الذبابه، اما فاروق بيك وزن الثقيل. هي بالرياضه مو من عندي، لانه بعرفك هلا بتقليلي انا ذبابه يا مطيعه، انا ذبابه. ما رح اقول لك. خلص هلا شو بدي اعمل؟ ولا اقول لك؟ لا تقليلي، اصلا انت اللي عم تورطيني، اعصابي ما عاد تتحمل. ميمي انا هلا عم بعمل يوغا. اعملي يوغا صدقيني بترتاحي. هلا وقتها؟ يا الله مالي عرفاني شلون بدي استقبلهم اذا اجوا. ماما ما لقيت العليا، دورت عليها تحت قال ما حدا شافها. شلون ما حدا شافها؟ انزلي دوري عليها ببيت ابو راضي، بجوز عم تلعب مع اولاده. دورت عليها انا وابو راضي واولاده وما حدا لقاه. ميمي انا عندي موعد مهم كثير بالنادي، رح انزل وبندهلك لابو راضي. اخ يا خانو اخ ما خليت ارني، ما دورت فيها ما لقيتها يا خانو. دورت على الاسطوح؟ دورت على الاسطوح ما في شيء، اصلا الاسطوح انا قافله بايدي ومفتاحه معي. ام راضي مين في عندنا بالحاره عندهم حيوانات؟ عليا بتحب الحيوانات كثير. ما في غير ام طارق يلي بنايه ابو عزه الناطور، في عندهم كلبه صغيره. قدمني اياك الهي، رحت خانه ورحت سالته ما شافها ام طارق وكلبتها بالمزرعه. ماما لا تكون رحت على السوبر ماركت تشتري شي شغله. رحت لهنيك مرتين اليوم، قال ما حدا شافها. صاحب السوبر ماركت نفسه قال لي انه ما اجت لعنده اليوم، حتى فتح دفتر حساباته قال لي انه ما اخذنا من عنده شيء. معناتها رحت تشتري سندويشه همبرجر مع بطاطا. ما معها مصاري، ما اعطيتها مصاري، طلبت مني وما اعطيتها. ابو راضي عطيتها انت شي اليوم لعليا؟ ما بعرف خانم لشوف دفتر الحساب بلكي. هلا وقت دفتر الحساب، شايفني فايرة على بنتي ابو راضي. ماما بلا، دينت مني اليوم 500 ليرة معها مصاري. الله اكبر الله اكبر. شبك ابو راضي؟ ما في شي خانم، ما في شي، خايف على الصغيرة. ابو راضي الله يخليك، خذ تاكسي وسجلها على الحساب وروح دور عليها، روح على جنينة الجاحظ وروح على جنينة السبكي، دور على كل الجناين. وانت ام راضي روحي دقي على كل البيوت، خاصة البيوت اللي عندهم حيوانات. وانتو يا بنات فكروا وين ممكن تروح عليا، وين بتحب تروح، روحوا دوروا عليها يلا بسرعة. يبعت لي حم عليك يا عليا، يبعت لي حم عليك يا ريتني انا. لو اسمك فريدة تعي لهون. ماما رح ادور على عليا. لا انت خليكي هون عاوزتك، حسابك بعدين، انا فرجيكي هلا مالي فاضية لك. لهون واصلي معي، اعطيني موبايلك. ليش؟ اعطيني موبايلك خلصيني. مسكر ولا روحي دوري عليها، اول ما بتلاقيها دقي لي بسرعه. ها اي طيب يلا ماما. وانت يا رو خذي دوري بكل محل حبيبتي، اول ما بتلاقيها دقي لي. يلا وانت ست فريده شرفي هي التليفون، دوري بغراض اختك على ارقام تليفونات رفقاتها، دقي لهم وحده وحده شوفيها بركي عند حدا منهم بسرعه. ها يا رب تكون راحت. اي طيب اوكي ماشي ماشي، شكرا طنط. أكيد بس ترجع منخبركم. شكرا كثير. ما في ماما، صرت دق على كل الأرقام اللي موجودة بدفترها، ما في، مو عند حدا منه. يا هلا أنتي وين بدها تكون راحت؟ أي ساعة طلعت؟ طالعة من الساعة واحدة. أنا الحق علي، يا ريتني ما أعطيتها مصاري. فرجيها بس ترجع. ولا صارت الساعة 7 وين بدها تكون؟ وين راحت؟ لا دخيلك يا ربي، دخيلك لا تجربني، دخيلك. بعت لي حمى، بعت لي حمى، بعت لي حمى. تكون داسستا شي سيارة؟ لا شو تدعسها سيارة؟ فريدة هاتي التليفون هاتي. لمين بدك تدقي ماما؟ شوف يارا شو صار معها. يا ربي يا ربي يكونوا لقوة. يارا ايه ماما وين انتي؟ بشارع الحمراء؟ ولك شو عم تعملي بشارع الحمراء؟ عم تدوري على عليا بشارع الحمراء؟ شو مفتكرتيها مثلك؟ ما بتضيع الا بالسواق؟ قومي تعي لهون. شوف رولا ولا لمين حد ايه؟ رولا ماما رولا
الو ايرولا، شو صار معك؟ وين انتي؟ مكتبات؟ ولك شو عم تعملي بالمكتبات؟ عم تدوري على عليا بالمكتبات؟ ولك شو صاير لكم انتي؟ قومي تعي لهون. يا الله انا قلبي فاير، وشو فيهن؟ واحدة بالسوا وواحدة بالمكتبات. طولي بالك ماما، امسكي دقي دقي كمان. أم راضي، أنا اللي بحكي بالأول. شو؟ دورت يا خانم، دورت بكل الجناين، بياعين السندويش، محلات الألعاب، ما لقيت يا خانم، ما لقيت. ما لقيناها يا خانم، ما خلينا لا بيت ولا حيط إلا ما دورنا عليها يا خانم. حتى أولادي بعتهم يدوروا عليها، لا تكون مخطوفة، لا تكون حدا خاطفها. قولي على قامتي، وين راحت بنت؟ وين راحت بنتي؟ يا ربي يا ربي ترجع ليها، يبعت لي هم لسه لهلا بلاكي يا ربي. تفضل. يمكن بنت اختي شافت من الشباك وقامت فتحت الباب. خالي دخيلك يا خالي، عليا عليا ضايعه ويمكن مخطوفه. مخطوفه؟ روح دوروا عليها. روح حاضر حاضر مدام. جاي معك ابو راضي، جاي معك. يلا يلا. تفضل تفضل يا جماعه، تفضل. فوت بالي، طمني بالك تقبلي. اشربي مي حبيبتي ام فريده، اشربي مي، مسكي بردي قلبك. الله يرضى عليك. ايه ولي على قامتي، اشوفي وشك قلب مثل الدم، ان شاء الله بتقبريني. الله يرضى عليك. تقبري قلبي، لا تفكري لقوم يصير لعقلك شي وتقلك شي عرق. اشربي هالحبه مشان يكن راسك. انو يكن راسي؟ انو يكن راسي؟ خالي وين راحت البنت؟ وين راحت؟ ليكون حدا خطفها، لا تكون دعستها شي سيارة. طولي بالك يا بنت اختي، طولي بالك. ليش هيك انتي؟ خلي عنك خلي عنك. طولي بالك، راح منقذ وابو راضي يدور عليها. منقذ بيفهم بهالشغلات، بعدين منقذ اسمه منقذ، وهلأ بينقذها وبيجيبها. تقبريني ان شاء الله، خدي من ايده ونشربي هالحبة، بلكي بيكن راسك. شوفي وشك شلون لطش تلطيش، بإذن الله بترجع لك سالمي. قولي يا رب. يا رب. شو ساوي؟ شو ساوي خالي؟ لا أكيد البنت صار لها شيء، أكيد أكيد. شو؟ ما لقيناها ماما، ما تركنا محل ما دورنا فيه. لك شو ساوي فيكم؟ شو ساوي فيكم؟ عم تتمشور وأنا هون فاير، قلبي قلبي مثل النار؟ لا والله ماما، يعني هيك تتمشور بالبيجامة؟ أختي أم فريدة، طولي بالك إن شاء الله بتقبريني، وقولي الله يجيرنا من ساعة الغفلة. آمين أختي، صدقيني إلا ترجع. وبالذات اجا فيها خير فوزها. فوزها تتذكر المضاقب لنا منقذ منا بالمعرض؟ اسبوع زمان رحنا على البيت وعدنا هيك طنش تعيش، وقلنا اذا في خير بيرجع. بعد اسبوع دقوا علينا ناس ومحون الولد، قال هالولد الضايع لكم؟ قلنا له ايه واخذنا. ايه نعم اختي، مين له خلق بهالايام يربي ولد ضايع مو له؟ خالي خالي، شو صار بأبو راضي؟ وين صارت أراضيه؟ ألو أيوة، منقذ 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 منقذ. أيوة منقذ، أيوة. الله يبشرك بالخير. الحمد لله الحمد لله. خلينا على اتصال. إيه الله معك. الحمد لله. شو خالي؟ طمني، لقوها؟ لا خالي لسه ما لقوها، بس الحمد لله داروا كل المستشفيات ما لقوا حدا، وكل المستوصفات، معناته البنت بخير الحمد لله. فوزة أنا لازم روح الشرطة، ليكون بنتي صاير لها شي. أكيد بنتي صاير لها شي، بنتي صاير لها شيء وانا قاعده هون ما عم بعمل شيء. لا تخافي يا اختي لا تخافي، لا ترجع ويدقني. انت طنش تعيش، هدول الاولاد بسبع ارواح، بتجيبي الولد من هون بتعمشق بالدنيا بايديه ورجليه وهو باللفه. لا تخافي، لو الاولاد بيغيبوا لانه صاير لهم شيء ما كنتي شفتي عند حدا ولد، مو هيك فوزة؟ خالي انا رايحه لحالي دور عليها، بتحب تروح معي؟ تفضل، ما بتحب انا رايحه لحالي على الشرطه. انا بروح معك ماما على الشرطه. لا تقبشيني، انتي خليكي معنا هون، مو هيك ابو منقذ؟
هدي عمو هدي هدي انت صرتي تبعنا يرضى على اسمك، مو هيك ام فريده؟ ابو منقذ. نعم. لسه ما حكينا بموضوع الخطبه، بركه لهم شروط. فوزه نقطيني بسكوتك. بنحكي ايه بنحكي. تفضلي يا اختي ام فريده تفضلي. اسمنا قاعدين وقاعدين خلينا نحكي. البنت الا ترجع. اي نعم، يعني الناس ماله من الاولاد، نحن سبعه اللهم صلي على النبي، ما ضاع حدا منهم الا منقذ، اسبوع ورجع لقينا. خالي خليك انت مع ضيوفك، انا رايح ادور على بنتي. خليكي انا رايح معك. يا جماعه البيت بيتكم، خليه كلنا نرجع. شي هاي نرجع ما نرجع خال، هن كلمتين خلينا نقولهم، الشاب والبنت رايدين بعضهم، خلينا نتمم موضوع نقرا الفاتحه، مو هيك وزا؟ مثل ما بدك تقبر قلبي ان شاء الله. هلا نحن ليش معجوقين؟ وين رايحين؟ خالي والله مالي رايقه. منقذ عليا عليا تقبريني ماما، وين كنتي؟ صار لك شي؟ فيكي شي؟ مرت عمي انا اللي لقيتها، مو ابو راضي. كانت عم تلعب محل كمبيوتر، كنت عم سلم على واحد في لقيتها عنده. ماما بدي كمبيوتر. ما قلت لكم الاولاد معبين الدنيا؟ يعني مين بده يسرقها؟ مين؟ دايما يا اختي فريده، دايما خال. الله يخلف عليكم، ان شاء الله عبال فرحتك بهالسمعات. اختي من الحنفيه؟ من هون. كتر خيرك. يلا هاي معك ابي. يلا تعال ابي يلا وراي. الله يرضى عليك. يلا قومي فريده، قومي ضبي الاكل معي. ماما عم ناكل. لا ما بصير، بتسمني بعدين. ماما لك اختي خليها تسمن، احسن ما تضل هيك مع سمصا، في احلى من المثل المعجعجه. يلا قومي خلصيني، خلينا نضب الاكل. قومي اختي، قومي فاطمه، خلينا نساعد فريده. قومي. لا ارتاحوا انتوا. على عيني وراسي على عيونك. الحمد لله في مي، نحن بتيجي عنا يوم تنطع يومين. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا شكرا. شايف ابي شايف؟ الله يتم عليهم. امين يا رب. شي زي طري مو مثل اللي عنا. اتركي من ايدك، اتركي من ايدك، شغاله بتيجي بتجليهم. يي لا والله، وكسر الهاء، ما حدا بيجليهم وبضب الطاوله غيري، هي كسرت الهاء. انا بضبهم، اتركي عنك تقبريني. ولو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عليك عليك بنت اختي، هالشيخ المحشي هالمره طالع راكز تمام معك. انا طبخته، ام فريده كانت شاوي اللبن، بس انا كملت الطبخه. عم قول لحالي هالمره الملح راكز واللبن جامد، انا هيك بحب اللبن. نشف من كتر الغلي خالي. بس حبيته كتير، دائما هيك ساوي. إلا كان ما بدو طبخي، شو بدك تحكي؟ خالي ما بيسوى له اي شيء، لانه عنده ضغط وكوليسترول. صحيح بناتك ما اكلوا ولا لقمه، وهالصغيره ما شفنا وشوينا. بناتي ما بيتعشوا زفر، والصغيره حابستها هلا بوط النوم، عم بستنى لتروحوا لانه بدي احبسها بالحمام. معك حق اختي منيره، بس الشغله كان بدها من الاول. نحن بالاساس ما بنخلي البنات يطلعوا برات البيت، والبنت اللي بتطلع برات بيتها ام نقصف لعمرها. يمكن لأنه بيوتكم مو مثل بيوتنا، نحن عنا جنينة بالبناية مشان يلعبوا الأولاد فيها. ساوي قهوة ماما فريدة، أكيد الجماعة تأخروا بدهم يمشوا. لا عادين شو نروح، ليلة سهرتنا طويلة. أنا وعدت خالو غني له لعبد الوهاب الجندول والكرنك، ومن غير ليه بفكر في اللي ناسيني وشوية طاطي. وبدي كمان يا بابور اللي رايح على فين. سي انا اربع دواليب، اربع دواليب. يا سلام. وماشي بسرعة متذكر الحبيب، الحبيب يا 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 حبيبي. الله الله. نقلت فوتيس ودعست فرام، بنقلت فوتيس فوتيس ودعست فرام، صرت
أنا قدام بيت الحبيب يا عيوني يا حبيبي. الله بالبل تقبرني بالبل عالمكرو أنا شوفير وأنا عالمكرونة شوفير 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 ومسوم سرعة تطير يا عيوني. الله أيوه وطير يا لا طير الحبيب ولا 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 وصار صار النصيب وصرت أنا جوزة لفوزة يا أبو فوزة فوزة أيوة حلوة فوزة صوته من ما صوت الميكرويات. لك خالي لك. أما يا مرت عمي كل ما بتذكر لك هالقصة بأشعر بدني وأنا واقف عم سلم على هذا تبع محل كمبيوتر رفيقي بتطلع لك هيك لجوا بلاقي لك بنت قاعدة بين كومة صبيان. لك والله بعرفها والله يا عليا. قربت لعندها قلت له وليه مو أنت بنت حماي؟ يعطيك العافية بس يعني لو استنينا شوي كان سكر المحل وإجت لحالة. لا مرت عمي ما كانت اجيت لحالها لان قال لي رفيقي انه عم يضلوا للصبح الاولاد عم يلعبوا. شو كان صار فيكي لو ما انا جبتها؟ معلوم اسم على مسمى منقذ. خال يا خال يا خال خالي شو مشان موضوع المسبح؟ قلت لك منك المصاري ومني الشغل وانا عم فكر موضوع اربح من هيك كمان. قال لي مسبح خال